هي البداية إذن. الكل كان ينتظر الكثير من لوكاس باكيتا، الكل وضع عليه الضغوط في إيطاليا على كثير ولم يجد نفسه، لكنه عرف كيف يعيد بناء اسمه من جديد، وربما نجد يصل للمستوى اللي كان يطمح إليه قريبا، خصوصا بعد أن تغير مركزه من رقم 10 كلاسيكي إلى مركز متأخر أكثر في وسط الميدان، أو ما نقول عنه مركز رقم 8. الموهبة موجودة وربما العثرات كانت مطلوبة حتى تزداد الخبرة ويزداد الجهد والعمل من أجل الوصول لأفضل شكل ممكن في المستقبل. دانيلو يا عيني على هذا الظهير، شوف كيف يحلق في جلبات الملعب، عمل كبير جدا من ظهير غير عادي. يفضل إعادة الكرة إلى الخلف. برونو غيماريش. برونو غيماريش. رودريغو يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، هجمة مرتدة الآن. من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. لمسة على اليسار. دانيلو. يا سلام، مرور جميل وصلت إليه. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف وضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. مهارة كبيرة في الاستلام. برونو غيماريش. لوكاس باكيتا. تسديدة في اتجاه المرمى. الله يا ولد يا ولد يا ولد، لقطة غير عادية. يا إلهي، كرة في المرمى، ضربة أولى رائعة في هذه المباراة. هذه هي البداية التي كان يريدها، بداية قوية تعبر عن حجمه كلاعب، تؤكد قيمته، تؤكد أيضا أنه راح يقدم مباراة كبيرة وتعطي دفعة معنوية كبيرة للفريق بأكمله. لعبة من طراز عالي، لمسة في منتهى الروعة. يملك مهارات كبيرة بالكرة، مثل هذه الأمور تحب أن تشاهدها في عالم كرة القدم، هذه اللي حببنا في الكرة بصراحة، مثل هذا الفن وهذه المهارات. البرازيل هو صاحب الضربة الأولى. ميسي يتقدم بقوة بالتصويب على المرمى. يا لها من كرات ضاعت اليوم، غير محظوظ، ابحث عن الحظ في كل مكان يا صديقي. إيدير ميليتاو. ماركينوس. كرة من جهة اليمين.
يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. يلعب كرة على اليسار، يعيدها إلى الحارس. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. لمسة على اليسار، يلعب كرة. دي ماريا بعيدة تماما عن المرمى، كان أمام المرمى مباشرة. بصراحة كان عليه هو أن يسجل. دانييل لوب، لوكاس باكيتا، ماركينوس، لوكاس باكيتا، لوكاس باكيتا. مرت الكرة بشكل جميل، مرت الكرة على الطاير. ميسي، دي ماريا، دانييل لوب، إيدير ميليتاو. كرة طولية إلى الأمام، يلعب كرة للجانب الأيمن. صراحة الضغط كان أقوى من أن يتحمل. إمكانية مرتدة الآن. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. إيدير ميليتاو، برونو جيماريش، البرازيل يعتمد على الظهيرين في خلق زيادة عددية في الهجوم، بالتالي يضغط الخصم في مناطق خطة تحتاج إلى ظهيرين عصريين بإمكانيات بدنية وفنية عالية بمهارات عالية حتى تتمكن من تطبيق مثل هذه الخطط على أرضية الملعب. إيدير ميليتاو، الأرجنتين يعاني من البداية ويتأخر في النتيجة. بعد البداية المخيبة للأمان راح يكون هنالك أسئلة كثيرة تطرح من الجماهير، وأيضا على المدرب ضغط كبير جدا في الدقائق القادمة من هذه المباراة. هو مطالب بتدارك الموقف والعودة في هذا اللقاء. تأكيد آخر على قوة هذا الدفاع، تعامل الرائع بالكرة وتنظيم العالي. دي باول، كرة طولية إلى الأمام، مولينا على تنفيذ الخطأ. دانييل لوب ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا. حصلوا على رمية جانبية. يلعبها طويلة. دي ماريا. رودريغو. البرازيل ينقل الكرة بشكل سريع ورائع. تمريرات قصيرة رائعة وسريعة. مارتينيز يبعد الكرة. ماركينوس، الأرجنتين في وضع سيء من البداية، متأخر في النتيجة. في وقت مناسب جدا يقطع الكرة. البينية لم تمر، محاولة قتلت مبكرا في مهدها قبل أن تشكل أي خطر. مولينا،
أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ يدير ميليتاو، ماركينوس يلعبها على اليمين، تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز، إلى تقدم إلى الأمام، ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. يلعب كرة بينية، لوكاس باكيتا يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب، لا يوجد مرور من هنا. دانييلو يستعيد الكرة بسرعة، متأخر في النتيجة لكنه يقدم مباراة قوية وقادر على العودة في المباراة بكل تأكيد. سلاسة غير عادية في نقل الكرة بين اللاعبين. لوكاس باكيتا، دفاع جيد هنا رغم أنه يأتي من لاعب هجومي بدون مخاطرة، يعود بالكرة. دي باول، يسدد الكرة. الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة اللي يقدمها الجول كيبر. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. دي باول، تاغليافيكو تلعب الكرة إلى الأمام. كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. سرعة غير عادية ودقة في التمرير. كرة كانت قريبة جدا على أعتاب المرمى تقريبا، ولكنها في الأخير ضاعت. وستكون هنا رمية تماس. يحاول أن يلعب كرة بينية. دي ماريا، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. عرضية ملعوبة إلى القائم البعيد، يبعدون العرضية. يلعب رمية التماس، ميسي ماركينوس يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، يلعب كرة على اليسار، معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة. روميرو، وتشتيت ناجح للكرة. ماركينوس، ماركينوس يلعبها طولية، مرت الكرة. فريق تقريبا بدون تركيز في مباراة اليوم، كثير من التمريرات الخاطئة. يجرب حظه بالتسديد، هذا ارتياح كبير. برونو غيماريش، يدير ميليتاو، ماركينوس، يدير ميليتاو يلعبها في الجهات المقابلة. تدخل رائع، كان عليه أن يواجه الخطر قبل أن تشكل هذه الكرة خطورة على مرمى فريقه.
كرة من جهة اليمين، تحكم رائع في الكرة، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار إنذار شفهي للاعب. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. رودريجو يتلقى الكرة، ميسي، مارتينيز، مارتينيز، تاغليافيكو، دي ماريا، كرة على الطرف يرسلها داخل ال 18. لوكاس باكيتا، إيدير ميليتاو، تاغليافيكو، عدت الكرة، يعدي إلى منطقة الجزاء، يلعبها على اليمين. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية، فاتت وما يلعبها ببراعة. يستعيد الكرة مرة، باكيتا أخطأ لكنها مرت بسلام. الخطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. يستقبل الكرة في وضعية ممتازة، يلعبها على طرف الملعب. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة، كرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. تاغليافيكو كان في المكان المثالي لكن لم ينجح في التسجيل. ماركينوس، إيدير ميليتاو، الكرة للأمام وينجح في استعادة الكرة سريعا. لمسة على اليسار، لعبة جميلة هنا، لوكاس باكيتا، ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة والكرة تعانق الشباك. كانت في غاية الروعة، يملك مهارات كبيرة بالكرة، مثل هذه الأمور تحب أن تشاهدها في عالم كرة القدم، هذه اللي حببنا في الكرة بصراحة، مثل هذا الفن وهذه المهارات. الثاني ياتي يبصم بالثنائية في هذه المباراة. البرازيل يتقدم بهدفين الآن، يمكن أن نقول أنها أصبحت مواجهة تقريبا سهلة. واضح جدا للجميع بصراحة مجريات هذه المباراة، تقريبا يمكن القول أنها في اتجاه واحد. يحتسب الحكم ركلة حرة. ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة.
ليونيل ميسي، دي باول، دي باول، الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى. يلعب كرة على اليسار، رودريجو، تدخل في توقيت حاسم، الحارس يبدأ الهجوم بكرة طويلة، الكرة ملعوبة من مسافة، رودريجو، كرة للخلف غير مقصودة والحارس ينجح في الحصول عليها. دي ماريا، لمسة بينية، مولينا يتمركز في المساحة على الطرف وأرسل الكرة بعيدا، ليونيل ميسي، مهارة جميلة جدا في خلق المساحة، بذكاء كبير عرف كيف يتلاعب بجسده ليصنع الفرصة. لوكاس باكيتا، دي ماريا، مارتينيز، ميسي يحاول لعب الكرة إلى الأمام، قد تكون هذه فرصتهم، يسيطر على الكرة، يا عيني شوف كيف يتعامل مع الكرة بقدمه، ضغط قوي وينجح في استعادتها. لوكاس باكيتا، دانيلو، برونو جيماريش، يفضل العودة بالكرة، تمريرة جميلة، لمسة في المساحة الخالية، كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. دانيلو، قلب الأسد، يبعد الكرة بشكل رائع، الله، تسديدة من أول لمسة، إنقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى، تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. ميسي يبحث عن المهاجم، موجود لإبعاد الكرة، ميسي ماركينوس، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ مارتينيز، مارتينيز، فرصة هجوم معاكس، يلعب كرة للجانب الأيمن، مولينا، دي باول، دي ماريا، الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة، إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. يلعبون ركنية قصيرة، كان لابد من التشتيت، الآن محاولة لرد الخطورة، هذه هي كرة القدم، دانيلو، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، هل ينجحون في قلب الأوضاع قبل نهاية محاولة التسديد؟
إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. تشتيت الكرة. يحاول أن يسدد الكرة من هنا. يلعب تمريرة عرضية. تمريرة بعيدة، كان بإمكانه تنفيذ الكرة بشكل أفضل. يحاول تمريرها من بين المدافعين. كرة عرضية. بإمكانه إبعاد الكرة. دي ماريا. مولينا. كرة إلى الأمام. عدت الكرة. كرة عرضية خطيرة. لوكاس باكيتا. يلعب كرة طويلة. يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. تاغليافيكو. لمسة على اليسار. ليونيل ميسي. فرصة خطيرة. والتسديد. فرصة للتسديد. والدفاع يبعدها. مولينا. تيكي تاكا مميزة ورائعة من هذا الفريق. ها هو ينطلق. كرة عرضية بدون تركيز. الكرة العرضية لم تمثل أي خطر. ميسي. عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة. يمر. والكرة خارج الملعب. ضربة مرمى. ماركينوس. كرة طولية من الحارس. يلعبها لمنطقة الخطر. استلام جميل الكرة. هنا تغيير لعب بشكل جميل. ينجح الدفاع في إبعادها. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. تاغليافيكو. تمريرة قوية أكثر من اللازم. يتواصل اللاعب برمية تماس. ليونيل ميسي. دانيلو تدخل في لعبة جميلة. تسديد أجمل. يشتت الكرة بعيدا. بمبدأ الأمان يعود بالكرة. ميسي. يلعب كرة على اليسار. دانيلو. إيدير ميليتاو. كرة طويلة للأمام. دانيلو. برونو جيماريش. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ عمل كبير. يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا. فرصة أخرى. دفاع يشتت الكرة. دي باول. مولينا. يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول.
وستبدأ الآن أحداث الشوط الثاني من المباراة. إذا ما نجح الفريق الخاسر في تذليل الفارق في وقت مبكر، هذا الأمر سيعطيه فرصة كبيرة من أجل العودة، ربما بعد ذلك قلب الطاولة، لما لا في هذا الشوط الثاني. روميرو يرتكب مخالفة واضحة جدا. ميسي، كرة طولية إلى الأمام، كرة عرضية، تصدي غير عادي من الحارس. هذه هي المحاولة الأولى في الشوط الثاني عبر القلب بتمريرة طولية، واضح أن المدرب بدأ ينوع اللعب الآن. روميرو، ميسي، تاغليافيكو يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة، والكرة في المساحة، تاغليافيكو فشل في اختراق الدفاع بكرة بينية، مرت الكرة، تسديدة، حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عينة. يا لها من كرة، ويا له من تألق، ويا له من حارس مرمى. تدرج كروي رائع، تمريرات مارتينيز، هدف للأرجنتين. انهار الكرة، أي دقة، أي ضربة، صعبة 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 على الحارس. عندما نقول لاعب يولد داخل منطقة الجزاء، هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة. شوف سرعة التأثير على نتيجة المباراة بعد أن دخل كبديل، تعطيهم ثقة أكبر في الدقائق القادمة. يواصلون اللعب والمحاولات، أصبح الفارق هدف وحيد الآن. يحصل عليها ميسي، كرة من جهة اليمين، عرضية من ضربة رأسية، الكرة في المرمى، يا سلام. الأرجنتين أحرزوا هدف التعادل الذي كانوا يبحثون عنه. الضغط يولد الأخطاء في عالم كرة القدم، إذا ارتكبت الخطأ هنا يعني الخطورة ستكون موجودة بلا شك. العقوبة بعد ذلك كانت بهذه اللقطة وبهذا الهدف. أزالوا فارق الأهداف الآن. مباراة كبيرة بين الفريقين الأقوى، نتيجة متعادلة، والأداء فيه ندية كبيرة بين اللاعبين على أرضية الملعب، وهو ما يعكس التوقعات قبل إقامة هذا اللقاء. وحتى اللحظة لا نجزم بتفوق فريق على الآخر في هذه المواجهة الصعبة والمتكافئة. ممتاز في التمرير، عرضية، كرة رأسية، لن تسبب أي إزعاج الحارس. الأرجنتين قادرين على خلق المشاكل من خلال مرتدات سريعة كهذه، وأكيد أنه أمر مبهر جدا أن ترى فريق يتحول من الدفاع للهجوم بهذه السرعة الكبيرة. يحاول لعب الكرة إلى الأمام، والكرة تجاوزت الخط هنا.
الله على التدخل في هذا الوقت الحاسم، في هذا الوقت المثالي. دي ماريا، مولينا، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. برونو جيماريش، تذهب الكرة الجهة الأخرى. مارتينيز الأرجنتين لديه جودة كبيرة في التمرير. مولينا، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. لوكاس باكيتا، الكرة ملعوبة من مسافة. يلعبها أرضية. الآن فرصتهم للمرتدة. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. برونو جيماريش يتسبب في خطأ. لوكاس باكيتا كان يحاول الدوران، لكن الدفاع هنا منع من مواصلة سعيه نحو خلق فرصة حقيقية على المرمى. يلعبها على اليمين، تحكم غير عادي بالكرة. يستعيد الكرة بعد ضغط قوي. كانت انطلاقة واعدة نحو المرمى، دفاع كانت له الكلمة الأخيرة. يدير ميليتاو، ماركينوس، كرة للمنطقة الأمامية. روميرو، مولينا، دي باول، فاتت ومرت وصلت إليه. يلعب كرة للجانب الأيمن. الله ما أروع هذه اللعبة، ممتاز في التحكم. وكرة عرضية، ينجح في بعد الكرة. الآن إمكانية المرتدة، يمر ويلعب كرة بينية، لا يمكن إهدارها. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. مولينا الأرجنتين يعيش أوقات رائعة وهدفين بشكل متتالي. نعود إلى نتيجة التعادل. تمريرة مرة أخرى للوسط، لمسة على اليسار. دي باول يفضل العودة بالكرة. تلعب الكرة إلى الأمام. دي ماريا، تغيير لاعب على الأجناب يبعدها عن مناطق الخطورة. الكرة تتجاوز الخط. روميرو، دي ماريا، ماركينوس، يدير ميليتاو، برونو جيماريش. كرة من جهة اليمين. مارتينيز، دي ماريا. دانيلو، ماركينوس،
دانيل لوب، برونو جيماريش، لوكاس باكيتا، رودريجو لم يقدر على التعامل مع الكرة بشكل جيد تحت هذا الضغط. رودريجو والتسديد، ميسي، من كان يتوقع ما يحدث هنا؟ الأرجنتين ينجح في تحقيق التعادل في الوقت الحاسم، يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. لوكاس باكيتا، قد تكون هذه فرصتهم. من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف أضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. روميرو، وتشتيت ناجح الكرة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يعرف أنه كان عليه بذل مجهود أكبر في التمرير البينية حتى لا يقطعها الدفاع. برونو جيماريش، كرة طولية إلى الأمام. دانييل لوب، عرضية. روميرو يشتت الكرة. إمكانية تسديد. رودريجو، الله على الكرة، هدف برازيلي. لقد سجلوا الهدف، قد يكون حاسما بعد ذلك لمصلحتهم. بناء رائع الهجمة، تدرج رائع الهجمة، ثنائية جميلة في دقة، في مهارة، في تمرير، في تبادل كرة، وبعد ذلك في ضرب الخط الدفاعي والتسجيل. البرازيل متقدم بفارق هدف الآن. لمسة إلى الهجوم، غابت الدقة عن التمرير. رودريجو، كرة طويلة للأمام، خرجت الكرة الثانية لتصبح رمية جانبية. الكرة إلى الأمام، دي ماريا، لوكاس باكيتا، تاغليافيكو، ليونيل ميسي، دانييل لوب يبعدها. ميسي، تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. الأرجنتين كان في بعض التسرع هنا، لكن تكرار المحاولة راح يكون أفضل بالتأكيد. محاولة لخلق فرص هجومية، الأمور تصبح مثيرة الآن. والآن الكرة ملعوبة للأمام. دانييل لوب لم يعرف كيف يرسل تمريرة بينية سليمة. بدون مخاطرة يعود بالكرة، يحاول لعب الكرة إلى الأمام، يلعب الكرة، يخلص الكرة عن مناطق الخطر.
يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب. رودريجو يلعب كرة عرضية، ضربة رأسية، بنوا الهجمة بشكل رائع جدا، لكن كان ينقصهم اللمسة الأخيرة اللي كانت في هذه اللقطة مخيبة للأمال. تمكن من المراوغة وإرسال كرة عرضية، وهذا أمر يتحمل الدفاع اللي عليه أن يعمل بشكل أفضل في الفرص القادمة. دي باول مولينا، اعتقد انها بالفعل مخالفه، يتفق معي ربما حكم المباراه يطلق صافرته. نعم، تعود الكره اليهم مره اخرى، سرعة غير عادية ودقة في التمرير، وترجع الكرة إلى الحارس. مارتينيز، روميرو يلعبها طولية، اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. ماركينوس، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، يلعب كرة على اليسار، ينجح في لعب كرة عرضية، يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. ماركينوس، شوف المتعة والفن والإمتاع بالكرة. دي ماريا، مع الضغط ينجح في استعادة الكرة. البرازيل يحصل على الكرة مرة أخرى، بينية جميلة، يستقبل الكرة في وضعية ممتازة، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. البرازيل ممكن يستغل هذه الفرصة، الهجوم تحول الآن إلى الجهة الأخرى. تاغليافيكو يلعب الكرة إلى الأمام، دي ماريا ماركينوس، برونو غيماريش، ماركينوس، يبحث عن المهاجم، فقد كان عليه قوي جدا. إيدير ميليتاو، رودريجو، يستعيد الكرة سريعا، ميسي، يبحث عن زميله. مارتينيز يبعد الكرة، لا يرغبون في التراجع والدفاع، فقط يهاجمون، يتقدمون، يحاولون أن يصلوا إلى هدف التعزيز في هذه المباراة. دي باول تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة. مارتينيز،
وعرضية. خلص الكرة. ينجح في إبعاد الكرة. مهارة غير عادية بالكرة. عرضية داخل ال 18. يبعد الكرة بعيدة عن المرمى. تمريرة جميلة. كرة من جهة اليمين. يلعب كرة داخل الصندوق. ركنية جديدة. لا يفقدون الأمل في الدقائق الأخيرة، ما زال يحاول فريق الإفلات من الخسارة وتحقيق التعادل. برونو غيماريش. دانيلو. إيدير ميليتاو. دانيلو في موقع جيد لاستغلال المساحة، المسافة وأيضا مرتدة. وصلت إليه. دانيلو يعود بالكرة وسط الملعب. دي باول. دي باول. ميسي. مارتينيز يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية. برونو غيماريش. رودريجو. رودريجو. كرة لا تمر تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. لوكاس باكيتا البرازيل ينقل الكرة بشكل سريع ورائع. يسدد الكرة والكرة في الشباك. جول. واضح أن هناك عمل من المدرب بخصوص الضغط البريسنج العالي على الخصم في هذه المناطق من أجل خلق فرص أخطر على المرمى. أداء رائع، استمرارية في الأداء الجميل، حسم أمام المرمى، مصدر خطر لأي دفاع. والتقدم الآن بفارق هدفين. تلعب الكرة إلى الأمام. الفريق كان عاجزا وافتقد الحلول، ومع دفاع جيد طبيعي يفقد الكرة دون أن يشكل أي خطورة. يفضل العودة بالكرة. برونو غيماريش. ماركينوس. دانيلو يحاول استغلال المساحة إذا وصلت إليه الكرة. مرت الكرة بشكل جميل. يلعب كرة للجانب الأيمن ويلعبها إلى داخل ال 18. مولينا. Thank you.
تمريرة بينية تبدو خطيرة. يلعب العرضية. لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. ضغط كبير يساعده في استعادة الكرة. يستعيد الكرة بعد ضغط هائل. عند المساحة الخالية على الطرف. باكيتا يلعبها على اليمين. دانييلو. عرضية لا تمر، تخرج إلى ركنية. سيتم التبديل الآن. البرازيل ومحاولة مع المرتدة. الخطورة الآن في الجانب الآخر. دي ماريا. مارتينيز يقطع الكرة. الضغط أكيد كان سبب في فقدان الكرة بسهولة، لكن عليهم تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. أظن أن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. لم يقدر على الدوران بالكرة هنا، ربما في محاولة مقبلة يتمكن من فعلها. دفاع كانت له الأفضلية. ميسي. مارتينيز بمبدأ الأمان يعود بالكرة. كرة طولية في اتجاه دي ماريا. ماركينوس، وتدخل كان حاسم هنا من أجل استعادة الكرة. الحارس يبدأ الهجوم بكرة طويلة. والآن إلى رمية التباس. محاولة من جهة اليسار. انطلاقة غير عادية، هذه كرة خطيرة. مساحة خالية على الجانب. استعادة سريعة للكرة. يلعب كرة عرضية. رودريجو يحاول الحفاظ على الاستحواذ وإهدار الدقائق المتبقية. لوكاس باكيتا. البرازيل لديه جودة كبيرة في التمرير. يحصل عليها دي باول. دي باول دافع بشكل سليم، قرأ التحرك بشكل مطلوب، قام باتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب. برونو غيماريش. ماركينوس. برونو غيماريش يلعب كرة إلى الأمام. أكونا. دي باول. من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. دي باول. رمية جانبية. يتمكن من استعادة الكرة. دانييلو. برونو غيماريش يعود بالكرة لخط الوسط. يحاول أن يسدد الكرة من هنا. محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. محاولة جيدة من الفريق، لكن عليهم التركيز على إنهاء الهجمات، استغلال الفرص بشكل أفضل.
باول، مارتينيز يفضل العودة بالكرة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ دانيال لوب، إيدير ميليتاو يلعبها في المساحة، دي باول، مرور جميل، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. تنطلق الصافرة، انتهت المباراة إذن.